طيب خلينا نروح نشوف لقاء خاص للبيت الكبير مع الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونرجع نكمل أخبارنا. بداية أنا أحب أعبر عن سعادتي بتواجدي هنا في قلعة رياضية كبيرة، يمكن أكبر قلعة رياضية في الوطن العربي أو حتى في أفريقيا وآسيا، اللي هو النادي الأهلي، وأنا من أكبر مشجعين النادي الأهلي من زمان. اليوم أنا لما أكون متواجد هنا مع الكابتن محمود الخطيب كنجم كبير في كرة عالم كرة القدم ورئيس نادي الأهلي، شيء كبير بالنسبة لنا. احنا اجتمعنا مع الكابتن محمود، تكلمنا في امور كثيره تخص النادي الاهلي خاصه. يعني انا زيارتي مش يعني مو بصفتي كرئيس اتحاد، لكن لمحب لنادي الاهلي وللكابتن محمود. فان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله ممكن نتكلم في تفاصيل اكثر، بس بشكل عام هي زياره وديه حبيه للكابتن محمود لنادي الاهلي. احنا في الدول العربيه خاصه يمكن دول الخليج معتمدين دائما على الدعم الحكومي اكثر من الرعايه التجاريه. فانا المنشات اللي شفته بشكل حاجه ممتازه، وتفاجأت ان كلها من دعم أو مدخول خاص بالنادي بدون أي دعم حكومي، وهذا شيء كبير يدل على مكانة النادي الأهلي تأكيدا على مكانته الكبيرة. فهذا يعني مثل ما قلت لك، هذا خلي أبناء الأهلي، وأنا ممكن هنا أوجه رسالة بسيطة للاعبين الأهلي سواء لكل اللعبات من الأشبال لحد الرجال وجمهور الأهلي ومحبين الأهلي. أنا أقول لهم عندكم نادي الواحد يفتخر فيه أنه يكون أهلاوي، فالناس بتحسدكم على تواجدكم في النادي الأهلي، خاصة للعيبة نادي الأهلي، أنه مش أي واحد ممكن يحصل الفرصة أنه يكون في نادي كبير بالحجم هذا. فأتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، جماهير نادي الأهلي. وبهالمناسبة أحب أبارك لهم على فوزهم أمس على نادي وفاق سطيف الشقيق، مباراة كانت حلوة بالنسبة للنادي الأهلي، يعني تقريبا قطع نسبة قوية كبيرة في التأهل للنهائي، لكن كرة القدم ما لها أمان. ولكن نتمنى إن شاء الله أن احنا الماتش الجاي الأهلي يتأهل للنهائي ويكون نصيبه كأس أبطال أفريقيا إن شاء الله. بالنسبة لنا احنا في قطر كل شيء ممكن. وجود نادي مثل النادي الأهلي والطرف الآخر أعتقد الوداد المغربي يكون قريب، يعني الناديين من أكبر الأندية العربية وشعبية كبيرة في خاصة في قطر وفي الخليج. يعني الفكرة هذه ممكن الآن من سؤالك جات في دماغي، فممكن ليش لا؟ يعني إذا لوائح الاتحاد الأفريقي تسمح بإقامة النهائي خارج القارة، ليش لا؟ احنا راح نتشرف باستضافة راح نكون متشرفين باستضافة مباراة من هالحجم، مثل ما استضفنا السوبر الافريقي لمده 3 سنين او 4 سنين. فممكن ان احنا نستضيف البطوله هذه او المباراه هذه، وراح نفتح نقاش ان شاء الله مع الاتحاد الافريقي ان شاء الله.